البروتين النباتي والبروتين الحيواني. أعلم جيدا أن هناك أنصار للبروتين النباتي والغذاء النباتي، وهناك أنصار أيضا للبروتين الحيواني، ولكن أنا أنصح دوما بدمج كلاهما في الأطباق. إذن لماذا؟ أولا، البروتين الحيواني لديه كل العناصر من الأحماض الأمينية، لا ينقصه شيء، بينما في البروتين النباتي قد ينقصنا عنصر أو اثنين على الأقل في الصنف، وتحديدا في الفول الأخضر أو في دمج الفول الأخضر مع اللحوم الحمراء. ولكن في جانب آخر، البروتين النباتي يتفوق أنه في عندي بعض ألياف يفتقدها البروتين الحيواني، وبالتالي في تكاملية أصبحت بين البروتين النباتي المتواجد بالفول الأخضر والبروتين الحيواني الموجود في اللحوم الحمراء.